نور العمار، عمري 28 سنة، اشتغل مطربة. شاركتي بالإكس فاكتور هي طموح لإلي، يعني هدف لحقق حلم أنا ببالي من زمان، فحبيت شارك بالبرنامج قلت بوصل للناس أسرع. بحب الناس تشوفني أكثر وتسمع صوتي تعرفني أكثر. اسمك ومن وين؟ اسمي نور من سوريا. شو حتسمعينا نور؟ دارت الأيام لأم كلثوم. ما شاء الله، سمعينا تفضل. ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت ان خاصمته ونسيت اللي سيبته وسمحت عذاب قلبي وحيته معرفش ازاي انا كلمته الله يا نور، الله يخلي سوريا اللي تطلع أصوات حلوة مثل هذه وأشكال حلوة كمان. أشكال وأصوات حلوة ما شاء الله. الله يسلمك، شكرا. نبدأ مع إليسا هالمرة. نور عندك خامة حلوة تشبه لك. تسلمي لي. وأكيد في محلات على الخوف أكيد طلعت شوي، بس بالمطلق غنيتي حلو وعندك عرب حلوة وعندك إحساس وقفلات حلوة، سو أنا حبيتك. تسلميني. وائل، صوت وحضور وجمال. الله يخليك. بشوف فيكي موهبة. عندك عرب كتير حلوة بس ما تكون بشكل عرض عضلات، يعني تكون عرب بسيطة لا تقدر تتملكي بالجملة الغنائية اللي عم بتقوليها، بس هيدا كل شي بحب لك إياه. وصلتيني يعني to the maximum، حبيت صوتك وإحساسك كثير، باين الخبرة، باين الطلعة والنزلة، فأعتقد إنه هلأ لازم نصوت. نبدأ من عند إليسا بعد إذنك. رح أقول لك يس. 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 نور عندك 4 يسز. شكرا، الله يخليك. مبروك. تعالي أقول لك حاجة بس. والله نشف ريقي، ما عاد طلع ريقي أبدا. راح خلاص الريق، راح ريقي ونشفت، ما عاد فيني ولا وطرشت، ما عم بسمع.